الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم قدرت حجم الخسائر السنوية في المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولي بأكثر من 20 مليار دولار، تم دفعها تعويضات في 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية بسبب نقص الكوادر البشرية وعفوا الخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية. الأكاديمية قالت أن طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية في باريس تجاوزت 100 طلب سنويا، وأن مصر خسرت 74 مليار جنيه دفعتها تعويضات لدول أجنبية في قضايا تحكيم خلال 10 سنوات بسبب قلة عدد المحكمين المصريين. ده بيحصل في الوقت اللي بتستعد فيه القاهرة لاستضافة المؤتمر المهني الأول للتحكيم تحت شعار التحكيم العربي الحاضر والمستقبل في الفترة من 12 ل 14 أكتوبر المقبل. معايا على التليفون دكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام في جامعة المنصورة والمحكم الدولي. دكتور صلاح مساء الخير. مساء الخير يا عمرو بيه، وتحياتي لكل من يتابع سيادتك. اهلا وسهلا يا فندم. يعني ايه قله عدد المحكمين المصريين رغم ان احنا شايفين عشرات المراكز الدوليه للتحكيم الدولي هنا منتشره يعني؟ لا، هو يمكن الموضوع ده سببه ان التحكيم بينص عليه سواء شرطا في العقد او مشارطه لاحقه عند قيام النزاع، فلازم وجوبا يكون في محكم عن كل طرف اذا كان الهيئه مشكله من ثلاثه، ولازم الاثنين يختاروا شخصا اخرا رئيس الهيئه. ممكن الهيئه تبقى خمسه سبعه، ممكن تبقى شخصا واحدا. فاحيانا بيكون التحكيم في غرفه التجاره الدوليه في باريس، وده غالبا معظم العقود الدوليه هكذا، او في غرفه لندن أو في غرفة واشنطن للتحكيم، فلازم يكون في إجابة للغة التي سيصار بها إجراء التحكيم. ومن هنا ممكن يكون في القلة سببها يمكن عدم إجادة اللغة التي سيصار فيها التحكيم. إنما أنا عايز أرتد اللي حضرتك قلته، لأنه رقم مرعب مش كده؟ 74 مليار. هو الإشكالية كانت ترجع يا عمرو بيه للعقود. العقود تبرم، يعني حضرتك مستثمر ابرمت مع الحكومه المصريه عقد قعدنا 10 سنوات، تجد طرف اخر ليس له ثمه علاقه بالعقد الا لكونه يقول انا مواطن انا مصري، فيرفع قضيه في مجلس الدوله ويبطل العقود دي. العقود دي كلها فيها شرط تحكيم، واخد بال حضرتك؟ فالمستثمر يعمل ايه؟ يضطر يروح يرفع قضيه امام غرفه التجاره في باريس وياخد طبعا تعويض عن هذا. جزاء ازاء ذلك الفتره اللي كان فيها معالي المستشار الرئيس عدلي بيه منصور رئيس جمهوريه مؤقت اصدر قرار بقانون رقم 32 لسنه 2014، قال الطعن ببطلان العقود يكون على احد اطرافها فقط وليس من الغير. ومع ذلك ورغم هذا رفعت دعوى دستوريه للقضاء بعدم دستوريه في القانون ده لانه بيخل بحق التقاضي. واعد تقرير المفاوضين الا انه في جلسه 6/5 المنقضي 2017 المحكمه الدستوريه اعادت القضيه للمفاوضين، قالت لاعداد تقرير تكميلي. انما نعود الى القضيه، لب القضيه نمره واحد، اولا صياغه العقود لابد لها ان تكون منضبطه للغايه، يحدد فيها القانون الواجب التطبيق ثم كيفية فض النزاع. هذه واحدة. إذا ما القضية تم إحالتها إلى التحكيم الدولي أو حتى ممكن التحكيم في القاهرة، هناك في قضايا عديدة، يعني عدة قضايا مرفوعة على الحكومة المصرية أو أي من هيئاتها العامة، وشرط التحكيم أن يكون أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وده منظمة دولية مقرها الرئيسي في الهند، إنما لها فرع في القاهرة. يتم نظر هذه القضايا والمنازعات أمام هذا المركز. تحتاج محامي متمرس يفهم في العقود بشكل جيد، وأنا أعلم إن في محامين كثر في جمهورية مصر العربية يعني عندهم خبرة ودراية في مادة العقود. وعلى الأخص عقود الاستثمار يا عمرو بيه، لأنها بها قدر كبير من الدقة
في صياغتها. نعم. القانون الواجب التطبيق، القوانين الإجرائية يعني هتطبق أنهي قواعد على عملية التحكيم. خلي بال حضرتك من حاجة، إن حكم التحكيم لما بيصدر ويكون واجب النفاذ لا يمكن الطعن عليه إلا بطريق واحد اسمه البطان، ودي حالات يعني نادرا ما بتحدث، فبيكون واجب النفاذ. حينما يصار إلى التنفيذ أنا عندي أرقام كبيرة. أنا شخصيا بوجهة نظري وخبرتي في هذا المجال أقول إن لا فكاك إلا أن يتم التنفيذ تنفيذا وديا، يعني مش بالضرورة التنفيذ يكون تنفيذ رسمي. أدي واحدة. النقطة الثانية، لابد أن يكون هناك تفويض بالصلح حتى تستطيع الهيئة أن تقضي باعتبارات العدالة، يعني تعمل قدر من التوفيق بين المصالح المتضاربة. لا تحكم القانون تحكيما صارما. أنا أحيانا كثيرة نجد أن الهيئة لا تفوض بالصلح، الحاضرين عنها مش، فتضطر الهيئة أنها تقضي بما يوجبه القانون، ومن ثم الدولة تتحمل بأعباء كثيرة. أنا آمل أن القانون 32 لسنة 2014 محكمة الدستورية العليا طبعا ترفضه، لأن ترفض الطعن عليه يعني، إنما تبقيه لأن كان ضمن الأسباب أن مجلس النواب وافق بأغلبية 374، وكان يلزم وافقة أغلبية 397 نائب، يعني الأغلبية كان المتطلبة 66.6، نعم دكتور صالح، من الأغلبية اللي وافقت 62.7. أنا مع ذلك يمكن في مناسبات عديدة وقت ونقطة هذه القرارات القوانين قلت إن موافقة مجلس النواب لا تلزم في وقت غياب الحياة النيابية، لعل المحكمة الدستورية قد تتبنى هذا الرأي ويحدث قدر من الاستقرار. نتمنى ذلك. مش دعوة حسبة، هي ليست دعوة حسبة. نتمنى مش كل واحد يجي أمام المحكمة يقول أنا لمجرد صفتي مواطن، هكذا القانون فلسفته، لصفتي مواطن أنا بطلب البطلان. نعم. أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون العام في جامعة المنصورة والمحكم الدولي.